سأبدأ معك من دور البلح في غزة. خولة، لك أن تطلعينا على تفاصيل العمليات الاستهدافات المتكررة للجيش الإسرائيلي، وأيضا تضعينا في صورة الوضع الميداني حيث أنت، طبيا وإنسانيا. فعليا الغارات الإسرائيلية مستمرة في تركيز واضح على المناطق الجنوبية. حصيلة هذا اليوم فقط في المحافظات الوسطى والجنوبية وصلت أكثر من 100 ضحية، بالإضافة إلى عشرات ومئات الإصابات التي وصلت إلى مستشفي الأقصى هنا في المحافظة الوسطى، وأيضا مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. وبالتالي الأرقام كبيرة بالمقارنة بأعداد الغارات الإسرائيلية التي شنت في الآونة الأخيرة. المشاهد مكررة. الآن المواطن الفلسطيني بات لا يعد الأيام ولا حتى الدقائق في هذه الحرب، ولا يميز فعليا إذا كان اليوم هو 64 أو حتى 65، هو لا يبالي بهذه الأرقام. المشاهد مكررة والأحزان مكررة. هنا في غزة فقط بإمكانك أن تأتي إلى المستشفى لتودع مرتين أو أكثر أحدا من أفراد عائلتك، لأن الموت هنا يزور العائلات مرارا وتكرارا. طبيب هنا في مستشفى الشهداء الأقصى خلال ساعات هذا اليوم فجع للمرة الثانية بفقدان أحد من أفراد أسرته. فقد الأول منذ شهر، وفي المرة الثانية اليوم فقد أخته الثانية خلال استهدافات إسرائيلية في مخيمات دير البلح، بالإضافة لإصابة عدد من أفراد أسرته. هذا المشهد يتكرر ليس فقط مع الأطباء العاملين في قطاع غزة، إنما أيضا العاملين في المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدولية وفي كافة أطياف المجتمع الفلسطيني. هنا فعليا الموت يزور العائلات الفلسطينية مرارا وتكرارا. الغارات الإسرائيلية لا تتوقف في المناطق الشمالية، في المناطق الوسطى، وأيضا في المناطق الجنوبية، مع ملاحظة أن وتيرة هذه الغارات ترتفع مع الوقت ومع مرور أيام هذه الحرب على قطاع غزة. المجازر الإسرائيلية سجلت بالآلاف فعليا حسب الجهات المعنية في قطاع غزة، والتي أصدرت مجموعة من بياناتها تؤكد أن فعليا هناك أكثر من 17,000 ضحية حتى هذه الأثناء، وأن هذه الأرقام فعليا أيضا غير دقيقة، ومن المتوقع أن يكون هناك أرقام أعلى من ذلك بكثير نتيجة لفقدان الآلاف تحت الأنقاض، ولم يتمكن أحد من انتشالهم حتى هذه الأثناء. المشاهد في المناطق الشمالية مشاهد عصيبة للغاية. الأشلاء والجثامين والمصابين ملقون في شوارع قطاع غزة بشكل كامل، ولم يتمكن أحد من استخراجهم من هذه الشوارع حتى هذه الأثناء. مجازر سجلت في مراكز الإيواء مرارا وتكرارا، بالإضافة لوجود اشتباكات في المناطق الشرقية والتي وصفت بأنها ضارية للغاية، والمناطق أيضا الشرقية الجنوبية المحاذية لمحافظة خان يونس أيضا تشهد عملية تقدم واضح للآليات الدبابات العسكرية، بالإضافة لأن هذه الاشتباكات دفعت الآليات للتراجع قليلا، ولكن ما زالت هذه الاشتباكات دائرة والغارات الإسرائيلية مكثفة برا وبحرا وجنوبا.